السلام عليكم خوتي مسلمين. انا هاد النهار شربت كاس الحليب ولقيت فيه دوده، حسبتني البريق ديالي، خليته فيه الحليب وداك الحليب تختر ودار فيه الدود. جيت في 12، هادي دابا تقريبا 2:30. جيت كنغسل داك البريق الحليب بجافيل، ما لقيت فيه حتى حاجه. الكرتون ما حليتوش كامل، ما خويتوش كامل. هو صفيت داك الحليب، بقيت كنصفيه، جبت الكرتون خويت الحليب في القرعه. ها القرعه، ملي خويت الحليب في القرعه بقيت كنشوف الدود صغيور لتحت. ها هو ده صغيور، انا غادي نوريه لكم. ها هو، انا راه ما كنكذبش قسما بالله، الا هاد الشيء كما هو ما عندي من ما ما ما, ما غاديش صحتي، ما غاديش نمرضها وندير فيها الدود ونشرو ونقول لكم ها شنو ها شنو. دابا الله يجازيكم بخير، الحليب غير تشريوه، الله يجازيكم بخير، تخويوه في البريق وتصفيوه وتشوفوا شنو كاين في قلبه. لحقاش انا والله العظيم الا استغربت وما نقول لكمش، حنا شربناه كاملين في الصباح وما شفتش هذاك، شفت غير وحيده صغيره في كاسي، قلت يمكن البريق يمكن هادي. المهم دابا اخوتي المسلمين الله يجازيكم بخير، هذا قسما بالله الا كما راه التاريخ فيه 19/4، ها نتوما هاد التاريخ، انا غندور لكم التاريخ. هاد التاريخ ها هو، دا هاد التاريخ اللي قبل لكم، ها هو 19/4/2017، وحليب الجوده. ودابا المشكله ها نتوما اخواتي المسلمين، لقيت فيه الدود شي حي وشي ميت، انا غنخويه لكم في الغطار وتشوفوه. ها نتوما شوفوا البرق، ها شوف هذا الشيء، الله من هذا ولا اكثر من هذا، الله من هذا ولا منكر من هذا. البنادم خوتي مسلمين ها نتوما شي عيش وشي ميت، ها نتوما ها نتوما، انا كنوريه لكم بالعين المجرده. شوفوا الدود، هيا هادي عيشه، هيا دي، هيا هيا دي، هيا هيا خضره، هيا دي عيشه، هيا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والله من هذا ولا أكثر. وما بقينا نعرفوا ما ناكلو ما نشريو ما نشربو، واش الله يستر، واش حتى دابا الحليب نلقاوه فيه هكا هاد الدود هذا وهاد التمر هذا. وأنا قسما بالله إلا هاد الشيء ها هو دا بالعين المجردة، ما كنزيد عليكم ما كنقص عليكم، هذا قسما بالله إلا شريتو هكا. وهانتوما كتشوفوا هاد الدود، هانتوما شوف.